بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا أخي الحبيب، هل تحاسب نفسك باستمرار؟ هل تراجع نفسك يوميا؟ هل تسأل نفسك عن أعمالي اليوم والليلة؟ هل تناقش نفسك؟ هل تعاتب نفسك؟ هل تلوم نفسك؟ هل توبخ نفسك؟ هل تفعل هذا يوميا أم أسبوعيا أم أقل من ذلك أم أكثر من ذلك، أو أنك لا تفعل هذا بالكلية؟ راجع نفسك وخصص وقتا في كل يوم وليلة تراجع فيه نفسك، خاصة قبل أن تنام. حاسب نفسك، راجع نفسك، اسأل نفسك، عاتب نفسك، وجه اللوم إلى نفسك، راجع أحوالك، أقوالك، أعمالك، حتى تعرف أين أنت. ربما وأنت تراجع نفسك تتذكر نعمة، بل نعم مرت عليك وأنت غافل عنها، لم تنتبه إليها. عندما تراجع نفسك تنتبه، أنعم الله علي اليوم بنعمة كذا أو بنعم متعددة لم أؤدي شكرها، لم أؤدي حقها. تراجع نفسك بالليل وتشكر الله. لما تراجع نفسك سوف تنتبه، هناك أخطاء وقعت فيها ولم تنتبه إليها بالنهار. تراجع نفسك سوف تنتبه،
وتتذكر هذه الأخطاء فتحدث لها ندما وتحدث لها استغفارا وتحدث لها توبة. يبقى في نعم هتفوت منك لا تنتبه إليها إلا عند المحاسبة، محاسبة النفس ومراجعة النفس. في نعم سوف تتذكرها، وفي أخطاء سوف تتذكرها. راجع نفسك، قول لنفسك الكلام اللي اتكلمته النهاردة كان في أحسن منه؟ كان في أحسن منه؟ أعمال البر والخير التي عملتها في هذا اليوم هل كان في أفضل منها؟ ممكن عمل صالح بس في أخير منه وأفضل منه وأحسن منه كان ممكن تعمله، فتنوي المرة القادمة سوف تفعل أحسن مما فعلت، سوف تعمل أفضل مما عملت. المراجعة، المراجعة بتصحح أحوالك تصحيح نهائي في نهاية اليوم والليلة، المراجعة النهائية لأعمالك. الحاجة اللي أثرت فيها بالنهار عالجها بالليل، قصرت في الشكر عالج بالليل، قصرت في حق الله عالج بالليل، وقعت في أخطاء عالج بالليل. المراجعة، محاسبة النفس ومعاتبة النفس وتوجيه اللوم إلى النفس، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على تقصيره وتفريطه في حق الله، نفس اللوامة. المقصود المراجعة. لا تغفل عن هذا الوقت يوميا، خصص وقت ضروري جدا لمحاسبة النفس. حاسب نفسك، وأنتم تعلمون ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنت حاسب نفسك هتنتبه، لما تحاسب نفسك سوف تنتبه. قبل ما ربنا اللي يحاسبك، لما تحاسب نفسك سوف تتذكر في نعم مرت بك على مدار اليوم والليل لم تنتبه إليها في زحمة الأحداث. يقول آه والله ربنا أنعم عليا بكذا وكذا 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 وأنا قصرت، لم أنتبه إلى هذه النعمة، فتقوم بشكرها قبل أن يسألك الله عنها يوم القيامة. حاسب نفسك على الكلمات، حاسب نفسك على الأعمال، حاسب نفسك على النظرات، حاسب نفسك حتى على الخطوات التي مشيتها بالنهار أو بالليل. ماذا أردت بها؟ وماذا انتويت فيها؟ حاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، دي كلمات سيدنا عمر، كلمات من حريص على أهل الإيمان، كلمات من عمر مشفق على أهل الإيمان، مشفق عليهم من الحساب يوم القيامة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان نبي الله داود عليه السلام يقول: ينبغي للعبد أن لا يغفل عن أربع ساعات
ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يحادث فيها أهله، وساعة في قضاء مصالحه، وساعة يخلو فيها بربه. دي أربع أوقات أساسية على مدار اليوم والليلة. في أوقات أخرى، في ساعة تجلس فيها في درس العلم، في ساعة في قضاء حوائج الناس، في ساعات أخرى، إنما في أربع ساعات أساسية وهمة جدا ينبغي للعبد ألا يغفل عن أربع ساعات. ساعة يحاسب فيها نفسه، لا تغفل عن هذه الساعة، لا تغفل عن هذا الوقت، لا تنساه، لا تضيعه، لا تهمله. ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يحادث فيها أهله حتى لا يحدث الجفاء بين الزوج وزوجته، بين الوالد وأبنائه. لابد أن يتحدث مع الأهل، إن كان زوجة أو أولاد أو والد أو والدة. وساعة في قضاء مصالحه، مش ساعة يعني ساعة، وقت في مصالحك، رزقك، الوقت الذي تتكسب فيه. وساعة يخلو فيها بربه، بعيد عن أهلك وبعيد عن مصالحك وبعيد عن الجيران وبعيد عن الناس. ساعة يخلو فيها العبد بربه. هذه أوقات أساسية وهامة جدا، وكل وقت له منافعه، له مصالحه. المقصود محاسبة النفس، حاسب نفسك باستمرار كل يوم، بل لو استطعت في كل وقت بعد ما تتكلم. ما أردت بكلامي هذا؟ ماذا انتويت بكلامي هذا؟ إذا مشيت ماذا أردت بخطواتي هذه؟ هل هي لله أم لشهواتي؟ هل هي للآخرة أم للدنيا؟ عندما تتكلم، عندما تتحرك، حتى عندما تأكل، ماذا أردت بأكلتي هذه؟ أتقوى بها على المعاصي أم أتقوى بها على طاعة الله؟ ماذا أردت؟ راجع نفسك، راجع نواياك، راجع ألفاظك، راجع أوقاتك، حاسب نفسك. ولما تحاسب نفسك لا تتساهل معها، لا تلتمس لنفسك الأعذار والمبررات والحجج، إنما حاول إن أنت تصلح من نفسك. لا تتسامح معها ولا تتهاون معها، وإنما ألزمها، بل وامقتها في ذات الله. قل لنفسك: أنت مقصرة، أنت مفرطة، أنت متساهلة، أنت متكاسلة، يمكن أن تفعلي أفضل من هذا وأخير من هذا وأقوى من هذا وأفضل من هذا في سبيل الله. لا تتسامح. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله مقته يوم القيامة. لا ترضى عن نفسك أبدا، لا ترضى عنها، وإنما امقتها في ذات الله. قل لها: يا مأوى كل سوء، يا مأوى كل شر، تستطيع أفضل من هذا في سبيل الله عز وجل. الصحابة كانوا بيحاسبوا نفسهم كتير، اللي يعمل حاجة يراجع نفسه على طول، مهم جدا مراجعة النفس. سيدنا أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، كلنا يعلم قصته،
لما أرسلت بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبعث إلينا بأبي لبابة نستشره. راح سيدنا أبو لبابة لبني قريظ فسألوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له يا أبا لبابة ما تراه يفعل بنا؟ فأشار بسرعة إلى رقبته ومرر يده على الرقبة ففهموا أنه القتل. ففطن أبو لبابة، انتبه، كأنه لما شاور على رقبته كان شاور بسرعة بدون تركيز دون تفكير دون شعور. لما راجع نفسه إذا هو يشعر أنه قد خان الله ورسوله، أفشى سر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. راجع نفسه وعرف ماذا فعل، ماذا وقع فيه، ماذا صنع. توجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وأقسم ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود إن لما رجع نفسه تبين، قال آه أنا أفشيت السر، واتهم نفسه أنه خان الله ورسوله. طب يعمل إيه؟ كيف يتصرف؟ راح المسجد وطلب من زوجته أن تربطه بسارية من سواري المسجد. خلاص حاسب نفسه وراجع نفسه وعاتب نفسه ووبخ نفسه واتهمها وأثبت عليها التهمة ولم يلتمس لها الأعذار. خلاص راح وربط نفسه. المقصود المراجعة، راجع نفسك هتعرف انت عملت ايه، انت وقعت في ايه، والحل يكون ازاي، كيف تتصرف. انها من غير مراجعة من غير محاسبة لن تقول دي حاجة بسيطة ليها علاج ولا حاجة، ما دي الحقيقة. سيدنا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه وارضاه كان يصلي يوما في بستانه فاذا هو بطائر صغير يطير بين الاغصان لا يستطيع الطيران من غصن الى غصن، لا يعرف كيف يتخلص من الاغصان ليطير بعيدا عنها. فتابعه بعينيه وهو في الصلاه، فلما تخلص الطائر من الاغصان وطار رجع الى نفسه والى صلاته، فاذا هو لا يدري كم صلى. ايه اللي عملته ده وانا بصلي نظر شغلت بهذا الطائر؟ ماذا صنعت؟ ماذا حدث مني؟ قال لقد اصابني في مالي هذا شر، فنوى ان يخرج من ماله من هذا البستان صدقه في سبيل الله، وفعلا تصدق ببستانه، تصدق بحديقته. المقصود ان لما رجع نفسه، انا صليت كام دلوقتي؟ مش عارف، نسيت، انا انشغلت، طب اعمل ايه؟ انا قصرت، طلعت من الصلاه ونظرت الى العصفور، نظرت الى الطائر يطير هنا مره وهنا مره، وخرج عن الصلاه وهو يصلي. لم يتسامح مع نفسه، سرح، سرح وهو بيصلي. يعمل ايه؟ يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويعاقب نفسه، يلوم نفسه ويعاتب نفسه ويوبخ نفسه، وتصدق بهذا البستان. راجع نفسك، لا تتسامح معها. لما تسرح، لما تسرح وانت بتصلي وتنشغل بأمور أثناء الصلاة، راجع نفسك قول ايه اللي انا عملته، ايه اللي انشغلت بيه، ايه اللي سرحت فيه. راجع نفسك
حاسب نفسك، عاقب نفسك حتى ترتقي في الأحوال. مرة جاية مش هتسرح. لما تراجع نفسك وتحاسب نفسك وتعاقب نفسك المرة الجاية مش هتسرح، ولو سرحت المرة الجاية حاسب نفسك أيضا، راجع نفسك أيضا، وعاتب نفسك أيضا، فالمرة الثالثة مش هتسرح، ولو سرحت راجع نفسك باستمرار إلى الممات لحد ما تموت. مراجعات، محاسبات، توبيخات، عتابات، نفس نفس لوامة باستمرار. النعم اللي بتأثر في شكرها راجع نفسك عشان تشكر. العبادات اللي بتأثر فيها راجع نفسك عشان تجتهد فيها تؤديها كما يحبها الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأحوال والأقوال والكلمات. حسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: المؤمن ما تراه والله إلا معاتبا لنفسه، ما تراه والله إلا معاتبا لنفسه، يقول لنفسه: ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلي، ما أردت بحديث نفسي. حتى الخواطر اللي جوه الإنسان يقول أنا نويت بيها إيه، عايز بيها إيه، عايز من وراها إيه، يراجع نفسه. أنا فكرت في السوء، فكرت في الشر، فكرت في كذا وكذا، غلط، مش هفكر تاني، الوقت ضاع في هذا التفكير في هذه النوايا السيئة. المؤمن والله ما تراه إلا معاتبا لنفسه، يقول: ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلي، ما أردت بحديث نفسي. والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه، ما رجعش نفسه أبدا. الفاجر ما يحسبش نفسه أبدا. أحداث جديدة، كلام وأعمال وخطوات، كل يوم جديد جديد، ولا يعاتب نفسه ولا يحاسب نفسه. إنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في لله في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام لم يحاسبوا أنفسهم لله في الدنيا. المؤمن يفجأه الشيء يعجبه، يقول: إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، نفسي فيك، حاجة فيها شر أو فساد أو لذة أو متعة أو شهوة. إن المؤمن لا يفجأه الشيء يقول: إنك لمن رغبتي وإني لأشتهيك، ولكن حيل بيني وبينك، ما إليك صلة، هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيعود إلى نفسه: ما أردت بهذا، ما لي ولهذا، والله ما لي عذر، والله لا أعود إلى هذا أبدا. ده حال المؤمن، هذا حال المؤمن. يفرط منه الشيء، صدر منه كلام أو أفعال، فيقول لنفسه: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله ما لي عذر، والله لا أعود إلى هذا أبدا. يراجع نفسه باستمرار، يحاسب نفسه: إيه اللي عملته ده، مش هرجع لكده تاني، مش هعمل كده تاني. أما الفاجر فإنه لا يبالي، لا يبالي أبدا. فراجعوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم يوميا، يوميا
كان صحابة تابعين وتابع التابعين حسبوا نفوسهم باستمرار. هذا عبد الله بن وهب مصري صاحب الإمام مالك صاحب الليث إمام أهل مصر، كان يقول: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما. قال: فخف علي الصيام، هان علي الصيام. فجعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فشق علي ذلك فتركت الغيبة. يراجع نفسه. كلمنا النهاردة عن مين عن مين عن مين؟ فلان. ها الكلام ده كان فيه غيبة، يعمل ايه؟ يصوم قصاد منها يوم. لا، الصيام سهل، فبيرجع تاني احيانا. ناس بيتكلموا يتكلم معاه تصريحا او تلميحا، كلام مباشر او غير مباشر، جابوا سيرة حد يصوم، فلا الصيام سهل، بيرجع تاني. فعاقب نفسه بدرهم، كل ما تيجي سيرة حد ويتكلم او حتى يسكت ما يردش يتصدق بدرهم، شق عليه ذلك حتى ترك الغيبة. بعد كده خلاص لا يتكلم ولا يسكت، لازم يرد الغيبة، لابد ان يتصرف. المقصود حساب النفس، راجع نفسك باستمرار، بتعمل ايه، بتقول ايه، بتتكلم ايه، بتسمع ايه، بتخالط مين. اللي بيحصل في اليوم والليلة ده كتير. قابلت فلان سلمت عليه واتكلمت معاه، ايه الكلام، ايه الكلام اللي قلتوه، يمكن في حاجة غلط، راجع. قابلت واحد وقفت معاه هزرت معاه ضحكت معاه، اتكلمنا في ايه، يمكن في غلطة. رحت تشتري اتكلمت مع البياع قلت ايه، كلمته في ايه، يمكن في غلطة. مشيت في الطريق وربنا نجاك، ربنا نجاك من امور وسلمك ورجعت، في نعم. غيرك ابتلي وانت رأيته، في نعم لما تفكر فيها سوف تنتبه اليها، بس انت ما شكرتش ربنا عليها. راجع نفسك، ايه اللي مر بيك، شريط الذكريات، هتلاقي في نعم هتشكر ربنا عليها، في اخطاء استغفر الله منها وتوب الى الله منها، قل ما لي عذر والله لا اعود الى هذا ابدا. المحاسبة وقت اساسي في حياة المؤمن في كل يوم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، في العمل مع الأصدقاء كلام كتير بيدور، مع الأصحاب كلام كتير، حتى مع الأهل مع الجيران، إيه اللي بيحصل على مدار اليوم والليلة، في حاجات كتير محتاجة تصحيح وضع في آخر اليوم والليلة. المراجعة النهائية، الختام، ختام اليوم والليلة، في حاجات محتاجة تصحيح هتصححها عند المحاسبة، عند مراجعة النفس. بغير ذلك سوف تتراكم عليك الأحوال، هتلاقي في حاجات كتير لو ما حاسبتش نفسك سوف تفاجأ بها يوم القيامة تحاسب عليها. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نواياك، الخواطر،
كان بعض السابقين يحاسب نفسه على خواطر. بعضهم جعل على نفسه كل يوم إذا أخطأ خطأ يلقي في حجرة حجرا، طريقة والمحدثة والبدعة ولا أتفق معها. إنما حصل من بعض السابقين كلما يغلط غلطة يرمي حجر طوبة في حجرة ويخش على الحجرة، كل ده طوب، دي أخطاء، دي أخطاء. لما يحاسب نفسه يراجع نفسه، كيف سأتصرف فيها؟ عملت كذا وكذا وكذا وكذا. المحاسبة، بعضهم كان يكتب أحواله في دفتر، دفتر. قابلت مين النهاردة قلنا إيه، قابلت مين وقلنا إيه، قابلت مين وقلنا إيه، في كل الأوقات. وبعدين ينتبه ويدقق قوي، هنا في غلطة، هنا في تقصير، هنا في تفريط، هنا في ذنب، هنا في كذا، نيتي هنا ما كانتش خالصة، كلامي ما كانش صح، كان في كلمة أحسن من اللي قلتها، كان في عمل أفضل مما قمت به. المراجعات، راجع نفسك حتى في الحلال المباح. رجل اسمه رياح القيسي ذهب لزيارة أخ له في الله اسمه ضيغم، راح يزوره، راح البيت طرق الباب فتحوا له، سأل عن أخيه في الله ضيغم بعد العصر، قالوا نائم، قال نوم بعد العصر؟ أفي هذا الوقت؟ أهذا وقت نوم؟ كلام عادي جدا في نظري ونظرك ومشي. وبعتهم وراه حد من أهل البيت يقولوا له تحب الصحين صحولك، فراح وراه ينادي عليه نصحولك، وهو في واد آخر مقبل على نفسه يقول لنفسه إيه، ماذا قلت؟ لينام الرجل وقت ما شاء، ليس بحرام، ما الذي قلته؟ ما أردت بهذا؟ ما لي ولهذا؟ عمال يوبخ نفسه، إيه اللي أنا قلته؟ كانش صح الكلام ده. ما ينام الراجل، يمكن عنده عذر، يمكن عنده سبب، يمكن عنده كذا وكذا، عمال يوبخ نفسه ويعاتب نفسه ويلوم نفسه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه. واحد ورا منه عمال يقول له نصحهولك، هو مش هنا خالص. حد ما لقف وادي رجع، ها عملت ايه؟ قلت له، هل قلت له الرجل كان في وادي وانا في وادي اخر؟ المقصود ايه؟ هو قال كلمه، ده وقت نوم، حد ينام دلوقتي؟ لما رجع نفسه قال ما ينام الراجل، يمكن عنده سبب، ايه الكلمه اللي قلتها دي؟ ما ينام. لما يراجع نفسه يقول الكلمه دي قلتها بسرعه، انا تسرعت، تسرعت في هذه الكلمة، ليست في موضعها، كان في أجمل منها، كان في أحسن منها، ما كنتش اتكلمت خالص، أو كنت التمست عذر، أو كنت عملت كذا وكذا. سينتبه، في اللي أحسن من اللي أنا عملته، كان في أحسن من كده، بحسبة النفس. وهكذا كهمس من السابقين قالوا أخوه أو أخ له بيزور البيت، فصنع له سمكا، عزمه على سمك، بعد ما كل ريحة السمك تعرفونها زفارة، فخرج البيت اللي جنب منه بيتبنى جديد وفي طين بين الطوب، فخد حتة طينة وقال للي بياكل السمك قال له فركها، ادعك ادعك ايدك بيها تروح ريحة الزفارة والسمك. حاسب نفسه، ايه اللي انا عملته ده؟ لم استأذن جاري
صعيد طينة لا تساوي شيء. ولو قال له بعد إذنك يقول له خد اللي أنت عايزه، بس يحاسب نفسه إيه اللي عملته ده. كان يجب أن أستأذن، أستشير، أخذ موافقة، ما الذي صنعته؟ ولا حتى لو كان الضيف استمر بالرائحة في يده، ما الذي سوف يحدث؟ لما يراجع نفسه يروح يستحل الجار، استسمحه، أنا خدت حتة طينة ولا حاجة. بس يقول لي كان في اللي أحسن من كده، كان في أحسن من اللي أنا عملته، كان في تصرف أجمل وأحسن وأكمل مما فعلت. المقصود هو المراجعة. أنت لما تحاسب نفسك هتلاقي في تصرفات أحسن من اللي أنت عملتها، حتى لو اللي عملته مش حرام، بس كان في أحسن، تصرف أحسن وأجمل وأكمل، في كلام أحسن من كده، أو في كلام كان ممكن ما يتقالش، لأن كل كلمة هنتحاسب عليها. وهكذا الأحوال كثيرة جدا اللي كانوا بيحاسبوا نفسهم وبيدققوا وبيعرفوا الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يوم القيامة اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، الأمر مش سهل، الأمر صعب. المؤمن في هذه الدنيا أسير يسعى في فكاك رقبته، يسعى في نجاة نفسه يوم القيامة، يبحث عن يسر الحساب وسلامة الموقف يوم القيامة. أما الفاجر فإنه لا يبالي. مقصود انتبه، راجع نفسك حتى تنتبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، بعد كده بينتبهوا، فإذا هم مبصرون. أما الفاجر أو الفاسق أو المنافق فإنه لا ينتبه، لا يراجع نفسه ولا يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخيرات، من مغاليق المنكرات. اللهم هيئ لنا أسباب النجاة من الفتن، وهيئ لنا أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة، وهيئ لنا أسباب النصر والتمكين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره.
واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربيك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، سيدنا أنس رضي الله عنه حلف وأقسم أنه يوما ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليس بينه وبينه إلا جدار، يقول لنفسه بخ بخ يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. سيدنا عمر لم ينتبه لوجود أنس، مش حاسس، مش شايف، بس بيحاسب نفسه، بيراجع نفسه. تعرفين بقى النفوس لها أحوال، الخليفة، الخلافة، أمير المؤمنين بسرعة يراجع نفسه ويقول لنفسه لتتقين الله أو ليعذبنك الله. في يوم من الأيام جاله واحد سيدنا عمر، كان سيدنا عمر مشغول جدا، مشغول، فجاله واحد في حاجة في مصلحة. سيدنا عمر سأله عن المصلحة دي، فتبين أن المصلحة دي من بدري شوية، يعني الراجل اتأخر عنها، لم يذكرها ولم يطلبها إلا في الوقت اللي سيدنا عمر مشغول فيه، مشغول جدا. فضربه بالعصا، قال تنتظرون إلى شغل أمير المؤمنين ثم تعرضون عليه مصالحكم. وانصرف الرجل مشى. وبعد ما مشى سيدنا عمر راجع نفسه في وقت آخر، هي دي أهمية المراجعة. إيه ده؟ ده في موقف بس في ساعتها لم انتبه اليه، حصل ان الرجل جه طلب كذا كذا وانا مشغول ووبخته وقلت له كذا وصرفته وضربته. ايه اللي حصل؟ المراجعه على طول. يبعت للراجل تعالى انا عملت معاك كذا كذا كذا، عملت، قال له خد العصا اقتص مني دلوقتي على طول. لما يراجع نفسه، لان في ساعتها لم ينتبه مشغول، لما يراجع نفسه ينتبه، حصل كذا في وقت كذا، الأحسن كان كذا، يبعت للراجل تعالى اقتص خد حقك مني دلوقتي. قال تركتها لله ولك؟ قال لا، لله لك الله، وإلا اقتص لو لي أنا لا خدها دلوقتي، إنما لو لله خلاص. قال تركتها لله. المقصود إيه؟ إن ممكن في لحظة وإنت مشغول هتقول حاجة، تعمل حاجة ولا تنتبه إليها، مشغول، في وقت المحاسبة والمراجعة هتقول ده أنا حصل مني كذا، كان الأحسن إن ما أقولش كذا، ما أعملش كذا، طب أصلحها إزاي؟ هي دي المراجعة بقى. المراجعة بقى اللي هي إيه؟ كشف الحساب النهائي، المراجعة النهائية، خلاص بقى دي الخاتمة. لو فاتت منك تتراكم عليك، قد تنساها وبعدين تفاجأ بها يوم الايام تتحاسب عليها، تتحاسب عليها مرة تانية وثالثة. مهم جدا موضوع محاسبة النفس. كل واحد فينا قال ايه في البيت النهاردة لزوجته، لأولاده، لجيرانه، قال ايه مع احبابه، مع قال ايه، عمل ايه، شاف ايه، النظرات، راجع نفسك عليها.
المسموعات. سمعت ايه النهاردة؟ انت ممكن ما اتكلمتش بس سمعت. سمعت ايه؟ كان ممكن ما اسمعش الكلام اللي اتقال ده، ملوش لازمة، كان ممكن اصححه، كان ممكن كذا كذا كذا. حاجات كتيرة جدا محتاجة تصحيح مع محاسبة النفس. يوم الاربعاء ان شاء الله بعد صلاة العشاء هنا في هذا المسجد لقاء ايماني، مش درس اسبوعي، لقاء ايماني. معانا اخونا الشيخ حنفي، معانا اخونا الشيخ اشرف عبد الدايم، معانا اخونا الشيخ سيد عبد الحميد، ومعاهم العبد الفقير الى الله سبحانه وتعالى. تذكرة ايمانية، مسائل ايمانية، نصيحة لنفسي ولاخواني، كل واحد يقدم نصيحة. فيوم الاربع ان شاء الله القادم بعد صلاة العشاء هنا في هذا المسجد لقاء ايماني. اسأل الله ان يحبب الينا الايمان، وان يزينه في قلوبنا، وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، وان يجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.